البايل بتتكون من ايه؟ اول حاجة عندي فوسفوليبيدز وايه؟ فوسفوليبيدز وكوليسترول. في عندي في البايل فوسفوليبيدز وايه؟ وكوليسترول. تاني حاجة عندي حاجة بسميها بايل سولتس. بايل سولتس. تالت حاجة البايل بيجمنت اللي هي الصبغة اللي بتدي البايل اللون الأخضر. تمام؟ وشوية الكترولايتس. الكترولايتس. البايل سولتس بيجوا من عندي طريقين، في شوية منهم بيجوا من الليفر وفي شوية بيجوا من الايه؟ من الانتستينال فلورا. تمام؟ اي من البكتيريا. الكوليك اسيد، الكوليك اسيد بيجي من الليفر. تمام؟ الكوليك اسيد، كوليك اسيد بيجي من الليفر. تمام؟ والديوكسي كوليك اسيد، ديوكسي كوليك اسيد بيجي من الانتستينال فلور. تمام؟ طيب والبايل بيجمنت اللي هي بسميها ايه؟ اسمها ايه البايل بيجمنت؟ بيلي روبن. بيلي روبن. تمام؟ علشان اعمل البيلي روبن محتاج ايه؟ محتاج ال ويست برودكتس بتاعت الهيموجلوبين. تمام؟ يعني محتاج حديد وكبر. تمام؟ فالفانكشن بتاعت البايل، بمعنى تاني يعني الفانكشن بتاعت البايل هي ايه؟ اول حاجه absorption of fats، صح؟ واكسكريشن اوف كوليسترول والايرون والايه؟ والكبر. تمام؟ يعني في البايل عندي absorption of fats، تمام، واكسكريشن of iron وكبر. تمام؟ دي الفانكشنز بتاعت البايل. يعني عشان كده موجود البايل في الجسم. ليش ما استعمل البيلروبين بالكامل؟ لان البيلروبين هو ويست برودكت. البيلروبين عباره عن عمليه بعد الميتابوليزم بتاعت الهيموجلوبين بيبقى البيلروبين. تمام؟ ما ينفعش يكون ويست برودكت موجود في الدم، لازم يتصرف عن طريق تاني مختلف. بيروح على الليفر يطلع البيلروبين في البايل داكت، بعدين من البايل داكت يطلع على الانتستنز ويطلع في الايه؟ في الفضلات بتاعت الجسم. تمام؟ طيب ازاي بيحصل الدرينج، البايل درينج يعني التصفيه بتاعت البايل من الليفر لحد ما توصل للايه؟ للبايل داكت اللي هي الكوليسيستك داكت يعني. تمام؟ ازاي؟ بيبدا الاول من الليفر من بره، من جوه. احنا عندنا هنا الهيباتيك ايه؟ لوبيول زي ما قلنا. تمام؟ في عندي بيبقى في بايل داكتس صغيره في الاول، بسميهم ايه؟ بايل كاناليكولاي.
بايل كانا ليكولاي. البايل كانا ليكولاي دول هم الصغيرين. البايل كانا ليكولاي بيصبوا في كنال واحدة في النص بسميها هيرينجز كاناليكولاي، والهيرينج بتروح على البيري لوبيلر اي داكت. تمام، يبقى نكتب تحت اول خطوة في البايل درينج. اول حاجة عندي بايل كاناليكولاي. تمام، البايل كاناليكولاي بتصب في الهيرينجز كاناليكولاي، وبعدين الهيرينجز كاناليكولاي بتصب في ايه؟ في البيري لوبيلر داكت. اوكي، اللي هي دي. يعني ناخد مثلا، ممكن نعمل كده. تمام كده، يبقى ادي واحد 1، بعدين 2، تمام، وبعدين ايه 3. حلو، 1 2 3. بعدين البيري لوبيلر داكت بتطلع على الايه اكسترا لوبيلر داكت. اكسترا لوبيلر داكت، وبعدين الاكسترا لوبيلر داكت بتروح على اللوبر هيباتيك داكت. لوبر هيباتيك داكت اللي هي بتاعت الهيباتيك لوب مش لوبيول. تمام، الكلام ده كله جوه الليفر. اول اتنين، اول ثلاثة او اول اتنين دول اللي بيبقوا موجودين ايه انترا لوبيلر، جوه الهيباتيك الكلاسيك لوبيول، اللي هم دول 1 و 2 جوه الايه جوه الهيباتيك لوبيل. مظبوط، بسميهم ايه انترا انترا ايه لوبيلر، والثلاثه التانيين اكسترا ايه اكسترا لوبيلر. صح، كلهم مع بعض انترا هيباتيك، يعني جوه الليفر. الانترا لوبيلر والاكسترا لوبيلر برضو ستيل جوه الليفر. طيب بعد كده الخطوات اللي بعد كده اكسترا هيباتيك، يعني خلاص طلعت من الليفر اكسترا هيباتيك، اللي هي ايه الخطوه اللي بعد كده لوبر هيباتيك داكت، بعدين كومون هيباتيك داكت اللي هي بتاخد من كل اللوبز، كومون هيباتيك داكت، وبعدين على السيستيك داكت، وبعدين كل دكت. تمام، كل دكت هو نفس البايل داكت اللي هي الجول بلادر. الجول بلادر الكوليدكت اللي هي الجول بلادر. تمام، الكوليدكت اللي بتطلع من الجول بلادر. لا، السيستيك داكت، ما هي السيستيك داكت وبعدين بتصب في ال الهيباتيك داكت الكول بايل داكت. صح، تمام، اللي هي ايوه ايوه اللي هي الكومون بايل داكت اللي هي بنصب فيها الاثنين. تمام، يبقى انا عندي كومون هيباتيك داكت وبعدين السيستيك داكت
وبعدين ايه اخر حاجة اللي هي الكولي كولي دوب مظبوط كده تمام بقى ده ايه اكسترا هيباتيك الباقي كله ده اكسترا هيباتيك يبقى دي الخطوات بتاعت الايه البايل درينج طيب ايه الفرق في الهيستولوجي ايه الفرق في الهيستولوجي ما بين الكلام ده كله البايل كاناليكولاي اللي هنا الاول it has no ايه no bile cells البايل سيلز بنسميهم ايه كولانجيو سايتس كول انجيو سايتس تمام كول من كولي تمام البايل وانجيو يعني بلاد انجيو يعني فيسل تمام كول انجيو يعني بايل فيسل بايل دا سايت خلايا فدول الخلايا اللي بيعملوا لايننج لكل الداكتس اللي موجوده هنا واللي بتعمل لايننج للجول بلادر ايه نفسها اسمهم كولانجيو سايتس الفرق الوحيد انه البايل كاناليكولاي هاز نو كولانجيو سايتس هير في البايل كاناليكولاي ليه لان دي بتكون بس فراغات موجوده ما بين الهيباتو ايه ما بين الهيباتو سايتس طيب هيرينجز كاناليكولاي بتبدا تظهر عندي الكولانجيوسايتس يعني الهيرينجز كاناليكولاي اللي في النص بتبقى ايه ميكس سيلز في الهيرينجز كاناليكولاي هنقول سي بلس اتش سي يعني كولانجيوسايتس و اتش يعني هيباتوسايتس بعد كده من البيري لوبيلر داكت بتظهر تبدا تبقى عندي بس ايه كولانجيو سايتس تبقى داكت لها ستراكشر واضح طيب ايه الفيتشرز بتاعت الايه الكولانجيو سايتس الكولانجيو سايتس بتبقى كيوبويدال تو كولومنر سيلز ما بينهم تايت junctions تمام الابيكال بول has micro villi تمام كده عبارة عن ايه الكولانجيوسايتس هما type of epi type of a epithelial cells a type of epithelial a cells